سيوفي يا حبيبي علامك ما ترد السلام. تبى من الكاس شيء؟ وإيش لا ما بلا سلامتك. إيه تجي قول ليل بروح ما عود شاي وين؟ تلقى الشاهي شاهي جديد اذا عندك ايش؟ شاهي كيف وزين؟ يقول غير وين ذبحني يجر الغيه مثل لا شيء ضيعتها. بسم الله اجسنا ولا في البراد اللي ودك عندك ايش برا لونه كذا ما كناه في نبي الدوافير اسال الله ربهم يجيبون دوافير غاز اي بروحين المطبخ طق اصلح لكم حاجه انت تغديت سيف ولا الله تغديت الحمد لله بيض الله يجيكم والله انك تغديت اي والله ما معنى اقول لك حاجه تبون اصلح لكم شيء وعشاء اجل عمرك طويل اقول لك حاجه بصوت اقول لك حاجه عن سيف سيف لو يقعد اقسم بات الله اربع ايام ثلاث ايام بدون عيشه ما يأثر علي أي شيء تدري ولا لا بس سوائل سوائل أي شيء حار قسم بالله يا سلطان إنه يقوم من النوم إن يطيح عليهم في السراير دور العيشة دور في الطائر أقوم جوع صد والله أنا صد بعض الأحيان أرقد شف أتحداك إني أرقد وأنا جوعان وأنا جوع وترقد البسكوت سيدك جوع جوع يا ولد شو بسوي لا بعض الأحيان أشبع مضبوط بس اقول خاف احط عند راسي وياكلونها عيال لان ذوقي انا في المساكيت حلو. والمساكيت اللي موجوده خفيفه. ايه ودي إيه ودي احطها تحت وساده بس بياخذونه. شو اسوي؟ ياخذون بسكوت كونت رايم. والله ياخذونه ميدي. من اللي ياخذه؟ ناحي؟ ناحي هذا خلني ساكت خلني ساكت. لا 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 تسب الرجال وهو موجود عشان اراقد. من هو؟ ناحي. خلني ساكت طيب. ما بيسوي محشوم. حشوم انك تسكت سولف سولفوا لا عاد عندي تسكتون قبل لا هاجس ويا تيني بلاي السكات يزود طعوني طعون وجاملوني جاملوني لو يضايقكم حكاي واضحكوا لو بالعماله تضحكون ايش معناها يعني؟ ايش؟ يعني اضحكوا له سلكوا له سلكوا له لين مشوا له قولوا للغالي قولوا له وشوله تغلي وشوله يبطي وشوله يقول أحبك حبي يا مجنون لكن ما أقدر أحكي أحبك يا بعد هالكون روحي ما تبي شو رأيك صاير كيوت كنت أغني ذي أغاني الربع غن غن يلا خلني أشوف وين شرحناها لا 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 هذه خلها شوف لي وش أقول والله ما أدري وش اقول وش اخلي يا لا 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 اكثر شيء اشتقت له يا سلطان برا امي تعرف بطول في عمره وابوي تعرف بطول في عمره و غير اهلك امك وابوك كلنا مشتاقين له ومن نور من؟ من نور من هذي؟ من نور بنت اختي ونعم وخزوم الله يحفظهم ورموسة بس ما قلت تعطيني كرت العائلة والببة ها؟ ما قلت تعطيني كرت العائلة الله يحفظهم وبيون ايوه والعيال اخواني كله ببيهم لازم اعد العائلة عديت واحد انت حطيتني موقف والله جاتك بكوة؟ ها؟ اشتقت لهم يا بكوة؟ سلطان بكوة؟ كيف بكوة؟ ابك احنا نسميها بكوة باتسيا باتسيا لازم اقول باتسيا بكوة باتسيا بتيت لين سمحت بسم الله عليك
الحين اقول بسم الله عليك ولا اقول بسم الله عليك؟ تبا. ها انت بتتكلمون بحرف السين للنسوان. طيب الحين للنسوان تقول كيف اقول له بسم الله عليك؟ احنا نقول بسم الله عليك على الرجال. ايه بسم الله عليك. ما نقول بسم الله عليك تسلم للمراه. طيب بسم الله عليك لب قلبك لب عيونك يعني بتيت فديتك لب روحك. طيب دقيقه الحين تقول اتسب حرف السين بعض الاحيان. سولف يا ولد. حرف السين. حرف السين تنطق للمذكر ولا للمؤنث؟ للمؤنث اكثر شيء. اكثر شيء للمؤنث. اي طيب انت تقول الوشوشة عندكم من هنا الكلش كيف شفتش تش تش تش, تش. كلش تش ارحل قطعة. ايه دمتي هذا هو تور الحكي هذا هو وشو شوف ما امن بالحياة كلها. تعال 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 عد عد من قبل كل شيء لا بدري بدري يا مناحي تو اول دقيقة داخل انت والله حلو تدري ايش حاط عليه؟ ايش حاط عليه؟ شوي ملح وكمون. حلو حلو والله كمون. فكرة حلوة صح. مساكم الله بالخير. يا مرحبا. هك 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 مسهلا يا حبيبي ابو سيف. ها عد الكلام اللي انت قلته قبل شوي. ايش اقول؟ عد الكلام. ايش تقول؟ اقسم بيت الله يا مناحي انها قبل دقائق معدودة. تفضل استري. ايش تقول؟ يلا عد الكلام. علمني ايش تقول؟ فارد. ايوه هو ايش بعد قلت؟ ناحي. ايش قال؟ قلت خلني ساكت. ليه ما تبغى تجيب طاريه؟ ليه؟ يتكلم في من؟ قال مناحي مناحي قلت خلني ساكت. والله اني اعدد الشباب وصلت عندك. تكلم. ما ابي اقول لك شيء. لا لا تكلم تكلم. ما ابي اظهر الحقيقة. تكلم. الحقيقة الغائبة. ايه. يلا سولف. تكلم. قل الصدق. سمعت الشاهي فارد. اخربك مناحي بعد. لا 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 لا. مناحي قدوتنا في هذا البرنامج. ازهله اعلمك بخفايا كلها. تكلم حتى تبي اعلمك بخفايا برا البرنامج؟ لا لا بدون 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 برنامج. يلا لا تمون عادي يلا تكلم. يلا حر 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 تصفق سلطان يصفق مناحي كف. علمني تكلم. من اللي مزعلك؟ راح نجلس براديو. من اللي مزعلك؟ علمني مزعلك. تعال يا سيف تعال كذا خوف. اجلسوا هنا اجلسوا عندكم يا مناحي. ايه. بيجي الحين يقول لي حتي حتي مو بزي. ان شاء الله هو يجي سادس ابراهيم. تعال. اي سادس ابراهيم. اوه سادس ابراهيم اليوم خمسه. اي والله. اي يجي سادس ان شاء الله. ليه ما تشوفهم شلوا الترقيب؟ الا هذا اشترى ذي ايش اللي جابها هنا؟ كان سيف هنا وسيف هنا وقلنا سيف هنا ونخله.